بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. دي الحالة رقم 40 في دورة تعليم متكامل 2016، والحالة دي متعلقة بحاجة اسمها الانوتيشن سكيل. علشان تفهم الحالة دي كويس لازم يكون عندك خلفية قوية عن النصوص وعن حاجة اسمها اللي اوت. فلو انت كده الحالة دي على طول، او لو عندك خلفية كويسة عن الموضوعين دول، انصحك انك تراجع الثلاث حلقات دول اللي هم 27 و 38 و 39، لان هم اساس حلقة النهاردة اللي هو الانوتيشن سكيل. ما دخلنا شرح الانوتيشن سكيل هيكون من خلال مشكلة حصلت معانا. احنا قلنا بكده في حاله النصوص ازاي تحدد ارتفاع النص في الكاد، فقلنا عندنا ببساطه خالص ان التكست هايت عباره عن البيبر هايت في السكيل على drawing units. يعني مثلا لو انت عاوز بقى تطبع اللوحه بتاعتك يكون ارتفاع النص في اللوحه لو مسكت المسطره وقيسته 3 مللي، والسكيل ترسم بيه 1 ل 50، يعني هنا يبقى 3 في 50 يعني 150 مللي، وعشان انت ترسم بالمتر يبقى تقسم على 1000 يبقى ارتفاع النص دخله 15%. يبقى لما ندخل ارتفاع النص 15% تطبع اللوحه سكيل 1 ل 50 هيطلع لك ارتفاع النص في لما اللوحه لما تقيسه 3 مللي بالظبط. طبعا ده مو معادله بسيطه ممكن تحسب بيها اي ارتفاع نص انت عاوزه، لكن عندنا مشكله صغيره. المشكله دي لو انت هتطبع مثلا لوحه، احنا شفنا قبل كده في اللي اوت ان احنا ممكن نطبع في نفس اللوحه اثنين سكيل مختلف. يعني مثلا عندنا لوحه معينه عاوز اطبعها هنا مثلا بسكيل 1 ل 50 وجنبها جزء ثاني منها بسكيل 1 ل 20، فطبيعي ان النص هنا يا اما يكون مظبوط هنا على 3 مللي يا اما يكون مظبوط هنا على 3 مللي، مش هيكون مظبوط في الاثنين. فعشان خاطر كده ان احنا في حاجه اسمها انوتيشن سكيل. الانوتيشن سكيل بقى بتقول لك انت هتحدد ارتفاع النص كام اللي هو البيبر هايت، وبعد كده الكاد بيحسب ارتفاع النص في السكيل حتى في كل فيو بورت حسب السكيل بتاعك. وبكده كل ما تطبع اللوحه لو طبعتها باثنين سكيل او ثلاثه او اربعه سكيلز هتطلع كلها في الاخر مرتفعها 3 مللي. يبقى تاني مشكلتنا حاليا ان احنا عندنا المعادله دي تحسب لك ارتفاع النص من حسب سكيل معين، فلو انت مشيت عليها يبقى انت هتطلع ارتفاع النص هيكون مناسب للوحه لجزء معين من اللوحه لو انت عندك التو سكيلز في اللوحه بتاعتك، لكن في الجزء الثاني مش هيكون مظبوط. فعشان احل المشكله دي من خلال النوتيشن سكيل، احنا كنا دايما بنتجاهل النقطه دي بنقول خلاص مش مشكله، يعني مش لازم ارتفاع النص يكون متساوي، لكن عشان اعمل لوحه بروفيشنال يكون المفروض ارتفاع النص بتاعي في كل الفيو بورس عندي يكون ثابت. وعشان كده هنشوف مع بعضينا الانوتيشن سكيل تحل ازاي المشكله دي. فكره عمل الانوتيشن سكيل انك بدل ما تحدد ارتفاع النص هتحدد ارتفاع النص في البيبر، يعني هتقول له انا عاوز النص بتاعي في البيبر يكون مثلا 3 مللي او 4 مللي، مش هتقول له 5%، مش هتحسب المعادله تاني، هتقول له ارتفاع النص في البيبر هيكون كام، وبعد كده بتحدد السكيلز اللي انت تطبع بيها. مثلا عندك سكيل 1 ل 50، 1 ل 20، 1 ل 100، فالكاد هيحسب لك بقى ارتفاع النص في الكاد يكون كام عشان خاطر يطلع لك هنا. فهو هنا عمل تغيير في السيناريو نفسه، بدل ما كنا بنحدد ارتفاع النص في الكاد وبعد كده بيضرب هو احنا بنحسب احنا بالسكيل، لا انت تحدد ارتفاع النص النهائي اللي انت عاوز كام في اللوحه وبعد كده الكاد هيحسبه لك بالراجع في الكاد هيكون كام. تعال نروح على الكاد نشوف مع بعضينا نعملها ازاي. تعال نيجي كده في الكاد عندنا، افتح المثال معايا اللي هو مثال 40-1. فالمثال ده فيه لوحه عاديه خالص من مشروع معماري ومكتوب فيه نصوص، النصوص دي عاديه خالص اللي هو معموله زي ما احنا عملنا قبل كده. فاحنا دلوقتي هنشوف المشكله اللي حصل معانا ازاي وكده نشوف نعالجها ازاي من خلال انوتيشن سكيل. تعال نروح كده على اللي اوت واحد واحذف اللي هو الفيو بورت اللي موجود ده وهدوس رايت كليك عليها واقول له بيج سيت اب مانجر موديفاي، وبعد كده مثلا هختار من هنا ان انا عاوز مونوكروم هطبع ابيض واسود، وبعد كده من هنا واختار اللوحه اللي هي الاي 0. هنشتغل على اللوحه الاي 0. فشوف هنا بقى احنا هنا هنمشي هنا بسرعه، الحاجات دي احنا خدناها قبل كده يعني. فاوكي يبقى انا كده عملت لوحه اللي هي اي 0، فممكن اعمل بيها زي ما انا عاوز. هروح على اللي اوت واعمل فيو بورت ريكتانجل، ده مثلا عاوز اخليه هيكون 1 ل 50، وهعمل فيه بورت تاني جنبيه هيكون 1 ل 20. فطبعا هنا انا عشان انا راسم بالمتر فما ينفعش لما اختار الفيو بورت كده اختار من هنا 1 ل 50، لان طبعا ده معمول على السنتي ملي. فاحنا احسن حاجه تعالى نروح على كاستم واقول له اد وهنضيف واحد جديد، هنقول له طبعا 1000 الى 50. وتاني في حاله خاصه باللي اوت تشرح الكلام ده بالتفصيل، فيبقى هنا عشان انا برسم بالملي بالمتر يبقى لازم اكتب 1000 ملي، وهنا اقول له ل 50، وعايز سكيل تاني اللي هو 1000 الى 20 فاقول له هنا 1000 وهنا 20. اوكي فانا كده يبقى عندي الاثنين سكيل. هختار اللوحه دي واقول له من هنا اختار 1000 الى 50، وممكن طبعا دبل كليك هنا واحرك اظبطها جوه الرسمه بتاعتي، وممكن اطولها لتحت شويه بالمنظر ده كده، يبقى اللوحه دي 1 ل 50، واختار دي واقول له اختار دي بس واقول له من هنا 1000 الى 20، وهعمل زوم بس كده جواها دبل كليك واعمل زوم جواها على الجزئيه دي كده.
يبقى انا عندي هنا سكيل ده 1 ل 50 وسكيل هنا 1 ل 20. واضح جدا هنا ان النص مختلف عن هنا، يعني ارتفاع النص هنا واضح ان هو صغير بالنسبه لهنا. فدي المشكله بتحصل معانا، انت حددت ارتفاع النص اللي هو تكست هايت مثلا 15%، 15% لما تضرب في السكيل اللي هو ال 51 هيطلع من هنا، لما تطبع اللوحه في الحته دي كده هيطلع ارتفاع النص 3 مللي، لكن هنا هيطلع ممكن هيطلع 6 مللي ونص، لان هو هنا السكيل اكبر من هنا. طب ايه الحل هنا؟ ده بقى الحل اللي هو الانوتيشن سكيل، ان هو يخلي لك ارتفاع النص هيكون ثابت على اي فيو بورت عندك. طب نعمل زي انوتيشن سكيل، هنرجع تاني للموديل كده، وعشان اعملها هروح على الانوتيت وهعمل نيو تكست ستايل. يبقى اروح على مربع اللي هو بتاع تكست ستايل وهعمل نيو تكست ستايل، اسميه اي ستايل، لتس اسميه اي 1 انوتيتيف 1 يعني. وخد بالك الانوتيشن سكيل ده موجود في التكست ستايل وفي الدايمنشن ستايل وفي الليدر ستايل، في اي حاجه هنا في الانوتيشن. فانا هطبقه على تكست ستايل، لكن نفس الفكره بالظبط تطبق على الدايمنشن وعلى الليدر وهكذا. فانا اقول مثلا ستايل اي 1، اختار الخط بتاعي رومان سي، ممكن اختار برضه خط سوسه مش مشكله. وفي عندي اهم حاجه خاصيه اسمها انوتيتيف، دي لما اشغلها هتلاقيه يعمل لك كده شكل ايقونه هنا يقول لك ان ده انوتيتيف مش عادي. شوف تاني كده لما اشيل ايقونه ولما اختار هنا يعمل لك ايقونه هنا اسمها انوتيتيف. في فرق تاني لما اكون مش عامل هنا بيقول لك ارتفاع النص الهايت، لكن ما تشغل انوتيتيف هنا بيقول لك البيبر تكست هايت، ارتفاع النص في اللوحه انت عاوزه كام. فهنا هو ملوش دعوه انت بترسم بايه، انت بتحدد هنا بالملي. فانت مثلا انت هنا بترسم مثلا عاوز ارتفاع نص 3 مللي، يبقى تقول له هنا 3 مللي، ملوش دعوه ما تكترش في اي سكيل. يبقى تاني لما اشغل اختيار انوتيتيف بحدد له هنا ارتفاع النص اللي انا عاوزه بالملي. طبعا هنا في اللوحات غير اغلب اللوحات بتكون 3 مللي، لكن عشان انا بس عاوز اخليها كبيره واضحه بالنسبه لنا فانا هكتبها 10 عشان بس تبقى واضحه في التسجيل يعني عندنا. لكن انت طبعا في اللوحه بتاعتك تخليها مثلا 3 مللي 4 مللي اللي هو حسب الشركه اللي انت شغال فيها الاحداث بتاعتها. وخد بالك الكات باي ديفولت بيبقى فيه خط في ستايل انوتيتيف معمول ممكن تستخدمه مباشره، لكن انا بس عملت واحد جديد واخترت خاصيه انوتيتيف. ونفس الكلام ده برضه على الدايمنشن، لما تعمل دايمنشن ستايل هتلاقي في خاصيه اسمها انوتيتيف وفي المالتي ليدر وهكذا. يبقى انا اقول له هنا 10 ابلاي وكلوز. فكده الستايل بتاعي اللي هو 10. ما ينفعش ارسم هنا على طول، لان هنا لو رسمت على طول هو مكتوب من تحت حاليا السكيل 1 ل1، يعني انا بعمل نص يظهر في اللوحه اللي هي 1 ل1 فهيطلع نص كبير جدا. فانا اول حاجه اختار من هنا السكيل اللي انا عاوز اربط بيه النص بتاعي. فانا مثلا التكست بتاعي عاوز اربطه بسكيل 1 ل 50، يبقى اروح على سكيل 1 ل 50 وبعد كده اكتب النص بتاعي. ليتس سي هاجي هنا كده واشغل امر سنجل لاين تكست، احدد النقطه الاولى بيقول لي سبيسيفاي الروتيشن انجل، هقول له صفر مثلا، كود اكتب هقول له مثلا بيت بالمنظر ده كده. يبقى ده النص بتاعي. تعالى كده لو رحنا على اللي اوت 1 هتلاقي النص ظهر هنا اللي هو البيت، لكن ما ظهرش هنا. هقول لك ليه ما ظهرش هنا دلوقتي. ولو شغلت امر دايمنشن دي اي وانتر وكده قست بالتقريب كده النص، ارتفاع النص من هنا لحد هنا، هتلاقيه اللي هو ال 10 مللي اللي انت هتحددها بالظبط هيطلع معاك. طب هو ما ظهرش هنا ليه؟ لان احنا ربطنا النص بتاعنا بسكيل اللي هو 1 ل 50 فهو طلع في السكيو بورت اللي هو 1 ل 50، لكن لما نربطه ب 21 يطلع هنا. يبقى الانيشال سكيل باي ديفولت ما يطلعش غير في السكيل اللي انت رابط بيه بس. يبقى نرجع تاني على الموديل كده، فهو حاليا مربوط بالسكيل 1 ل 50. طب ازاي اربطه بسكيل تاني؟ في حاجه من اتنين، يا اما لو رحت على الانوتيشن كده اختار الاول سكيل اللي انا عاوزه من هنا وبعد كده اقول له اد كرنت سكيل، او اقول له هنا انوتيشن وبعد كده اقول له اد دريد سكيلز. لما اقول له اد دريد سكيلز هيقول لي اختار النصوص اللي انت عاوزها، ممكن اختار النصوص كلها واحس اعملها مره واحده، انا عاوزها مربوطه بسكيل 1 ل 50 1 ل 20 1 ل 10، اي سكيل هطبع بيه اكون رابط بيه. فانا هنا اقول اختار النص بتاعي ده بس، لكن طبعا ممكن اختار اكتر من نص، وبعد كده انتر. فبيقول لي هو النص ده اللي انت اخترته مربوط بسكيل 1 ل 50، ممكن اقول له ايه اد، فيفتح لي لسته فيها السكيلز كلها اختار اللي انا عاوزه. ممكن اختار اكتر من واحد من خلال ادوس على الاول وبعد كده كنترول وادوس على الثاني وهكذا، لكن انا عاوز واحد بس فاختار بس اللي هو 1000 الى 20. اوكي اوكي. فكده لما اقف على النص المره دي هتلاقي طلع لك علامه الانتشن سكيل كده مرتين. خد بالك لو عملنا هنا مثلا، جينا هنا وشغلت امر سنجل لاين تكست وكتبت هنا مثلا كيتش، لما بتقف عليها بيديك ايقونه كده ان هو عليها سكيل لواحد بس، لما تقف على البيت كده بيقول لك ان هي مربوطه باكتر من سكيل. فالوقت لو رجعنا على اللي اوت واحد هتلاقي ان البيت ظاهره هنا وظاهره هنا برضه، والاثنين ارتفاعهم واحد. يعني لو هنا شغلنا عملنا زوم كده على دي وشغلت امر ديستنس وقست المسافه من هنا لحد هنا تقريبا يطلع لك برضه 10 مللي. خد بالك النص اللي هو العادي مش كده، يعني النص العادي لو قسنا مثلا حرف الميم من هنا لهنا طالع معانا هنا 20 مللي، وهنا ده اللي هيطلع معاك بعد الطباعه، يعني لو قست بعد الطباعه هيطلع معاك 8 مللي بس.
لكن هنا الانيشن سكيل طالع معانا 10 وطالع معانا هناك 10 برضه. فده ميزه الانيشن سكيل، ان هو بيخليك ارتفاع النص ثابت في كل الاشكال بتاعتك، بس الخطوات بتاعته تاني. شوف كيتشن هنا ظاهره هنا حركناها فوق حتى في الموديل عشان تبقى باينه في التو سكيلز، باينه هنا ومش باينه هنا. ليه؟ لانك اختلطها بسكيل واحد بس. يبقى تاني لما كنا عايز اعمل حاجه انوتيشن، فاعمل تكست ستايل او دايمنشن ستايل او ليدر ستايل او اي حاجه هنا، وبعد كده بعد ما احدد الستايل بس اختار خاصيه اللي هي انوتيتف. لما اختار انوتيتف يبقى انا كده بحدد البيبر تكست هايت، ارتفاع النص بعد الطباعه عاوز يكون كام في اللوحه. وطبعا هنا بحدده بالملي، مثلا عاوز 3 ملي 4 ملي وهكذا، بكتب الرقم بتاعي. فطبعا في الاصل بكتب 3 4 بس انا عملته هنا 10 عشان خاطر يكون واضح معانا في اللوحه بتاعتنا، ان انا عامل في لوحه اي 0 طبعا الشاشه هتكون صغيره شويه، فكبره خليته 10 ملي، لكن انت في اللوحه بتاعتك تعمله 3 او 4 ملي. بعد كده تختار السكيل من هنا قبل ما تكتب النص بتاعك، مهم جدا تختار من هنا السكيل اللي انت هتطبع بيه. لو عندك اكتر من سكيل، يعني هتطبع بسكيل 1 ل 50 1 ل 100 وهكذا، اختار اي واحد فيهم، اكتب النص بتاعك، وبعد كده روح على الانوتيشن اد ديليت سكيلز واختار النص بتاعك وضيف له السكيلز بتاعتك اللي انت عاوزها، مثلا تحطهم وترصهم كلهم هنا. خد بالك بعد ما تحدد اكتر من سكيل للنص بتاعك، لما تختار النص بتاعك كده هتلاقي عندك في نسختين، لو خدت بالك هتلاقي نسختين عندك، في كلمه بيت كبيره وبيت صغيره، لان هو الكاد بيحدد بيرسم بيكتب نص اكتر من مره حسب السكيل انت عاملها. يعني عملت اربعه سكيل يطلع عندك اربعه فيرجن حسب ارتفاع النص، بحيث كل واحده منهم تظهر في السكيل بتاعها. وخد بالك ممكن تحرك واحده فيهم، يعني ممكن مختارها كده لو شغلت امر موف يحرك كل النسخ مع بعضيها، لكن ممكن مثلا انت عاوز كلمه بيد مثلا هنا الخاصه بسكيل معين تكون في مكان مختلفه شويه، ممكن اسحبها من خلال اللي هو الجريب. فهنا لما تختار تلاقي النص عندك دي موجوده هنا ودي موجوده هنا، ولو رحت على اللي اوت واحد هتلاقي فعلا تطلع فوق ودي تنزل تحت. فهو في الاخر هو اكتر من نص فوق بعضهم، بس في الاخر في لينك بين النصوص بعضهم، ان هم في الاخر بيرمزوا لنفس الكلمه لكن باكتر من ارتفاع نص. طبعا لو انت عايز ترجعهم زي ما كانت تختار النص بتاعك، وبعد كده هنا بتقول له سينك سكيل بوزيشن، هخليهم كلهم مع السكيل اللي هو الكرنت، فحطهم كلهم مع بعضهم. يبقى تاني لو حركت بموف يبقى انت هتحرك النصوص كلها مع بعضيها، لكن ممكن احرك نسخه منهم بحيث مثلا احيانا يكون انا عندي ارتفاع النص مثلا او الدايمنشن، عاوز الدايمنشن مثلا في سكيل معين يكون جوه وفي سكيل ثاني عاوز احركه بره شويه، فممكن اعملها برضه، فممكن اعملها من خلال النوتيشن سكيل. دي فكره بسيطه خالص عن النوتيشن سكيل، شفنا فيها ازاي ممكن نستخدمها في المشروع بتاعنا عشان خاطر المطبع اللوحه بتاعتي يبقى اكثر من سكيل، يطلع ارتفاع النص بتاعي ثابت في كل اللوحات بتاعتي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.